اليوم يا جماعة الخير رح نلعب Red Dead Redemption Online من جديد. اي نعم صدق او لا تصدق بمكانه يصور مقطع عنها. اتمنى كلكم يا جماعة الخير تضغطون على زر اللايك يعني لان تعرفون السلسلة هذه رح تكمل ان شاء الله بالقناة اكثر واكثر. انا الى الان يعني ما انتهيت 1% من هذه اللعبة. شباب اللعبة الاونلاين فيها مو طبيعي كم صعب انك تجمع فيها فلوس. تخيلوا صورت مليون حلقة الى الان ما جبت عربة صيد الحيوانات. والله اني متضايق والله. انا اصلا ما ادري ليش رسبنون هنا شباب، ليش رسبنون هنا؟ والله ما ادري والله مكان خرافي. فيا جماعة الخير ليتس جو، خلينا نحاول نطلع بما انه الدنيا صباح الان ونحاول نجمع فلوس بقدر الامكان علشان نحاول نشتري عربة الصيد. شوف شباب اسمعوني كويس، اوكي اخر حلقة نزلتها دخل معانا هاك، وهذا الهاك رمالي اشياء بالصندوق انا لميتها. كثير منكم خبرني بالمقطع السابق ممكانه روح وبيع هذه الاغراض شوف كم راح تطلع فلوس. انا ما ودي اغش بهذه الطريقه شباب يعني، بس حمستوني اعرف كم الحبه راح تعطيني لان ما ادري ايش لميت. انا للامانه انا ما اعرف ايش لميت شباب، انا ايش لميت منه بالتحديد ما ادري والله. تعال ندور هنا شويتين معانا الا ما يكون في شيء كذا ثمين انا لامه معي وما ادري ايش هو. اوكي انا ما ادري ايش لميت شباب، وما ادري من فين وين لازم ابيعهم اصلا، ما عندي ادنى فكره، بس اتوقع لازم اروح ابيعهم من عند الاشياء الكولكتبل يعني. اوكي تعتبر غش يعني، جبناها من هاك شباب ما ينفعني ابيعهم يعني غش والله، بس يعني فلوس يا ولد والله فلوس. لازم نروح هنا يا جماعه الخير عند هذا المدام نزار. شلون اوصل للمدام نزار باسرع طريقه ممكنه؟ اوه السلام عليكم رسمت، لا تقول لي جنب البراكين. شباب في مشكلة بالسيرفر والله، رسمني رجع جنب البراكين، ما لازم ارسمن هنا. شباب في مشكلة باللعبة والله. الله كل هذا من الهاك اللي دخل معي من المرة الأخيرة شباب، خرب لي كل عداداتي والله. والله الهاك سيء بس يعني أنا رايح الآن أبيع فلوس الهاك شباب. أنا لازم أركز على مهمات ثانية، أنا عارف شباب لازم نروح نصطاد حيوان أسطوري كذا، نوديه هنا علشان يحاول يجمع نفسه نروح نبيعهم، أنا عارف والله إني عارف، بس اتركوني يا أخي خليني أستمتع شويتين. هاي جيني على انتقال سريع نزلني لو سمحت، أبي أنتقل إلى مدينة، إيش أنتقل هي؟ أروح على ستروبري، ستروبري قريبة، نوعا ما ستروبري از جود مان. هاي نروح على ستروبري يا شباب، 4 دولار، دفعت 4 دولار عشان انتقل إلى ستروبري في لعبة ريد ديد أونلاين، عنوان خرافي وجذاب يعني. رسمت، لا لا بالغلط، والله بالغلط، والله كنت بركبك، ناسي الكبسات صار لي زمان ما لعبت، والله نسيت، تعال هنا تعال. فورا ترفسني تنسى صاحبك، يا تعال هنا وين تهرب؟ طيب شباب ليتس جو، خلينا ننتقل إلى مدام نزار عشان أبيع الأغراض هذه اللي طلعت لي، أتوقع إنه من هنا لازم أبيعهم. ترى ما كنت ببيعهم، والله إنه أنتم شباب لعبتوا بمخي، كلكم كاتبين لي بالتعليقات بمكان روح بيعهم، روح بيعهم نشوف بس كم راح يطلع لك فلوس. أوه صح يا شباب نسيت أنوه على شيء جدا مهم، والله إنكم أساطير بكل معنى الكلام. شايفين سلاحي هذا؟ كلكم تكتبوا لي ممكالو سلاحك هذا موسخ كثير يعني معفن عشان كذا ما يطلق البعيد، والله انكم اساطير. تعالوا ننظف السلاح من الان بشوف كم. اوكي مو هذا هو السلاح اصلا، ما كان هذا هو، ولكن تعال نسوي لي هذا كلين يا جماعه الخير. ما كان هذا، اوكي كان ريفولفر وقتها اتوقع، كان ريفولفر مو هذا، اي والله كان ريفولفر. طيب خلينا نسرع عمليه الان هذا تنظيف. هاي نظفنا سلاحنا الان كويس كثير، حطينا له زيت تنظيف، فبركز بهذه الامور كثير. انا اسف شباب والله اني احيانا ما اركز في ذي التفاصيل، تضايقون مني وتزعلون مع انه انا مالي ذنب، والله مالي ذنب شباب. ريفولفر كمان يبي له يلا خلينا ننظف ريفولفر كمان. معنا بالنسبه لي هو نظيف شباب، انا ما ادري ايش انظف فيه، كذا راح تصير دقه التصويب عاليه جدا. بس في سلاح كان جدا جدا متسخ يا شباب، وين هذاك السلاح اللي كان؟ اوه هذا كثير وسخ والله، شباب شوفوا الوساخه اللي فيه، لاحظوا معنا هذا الاحمر اللي تحت الدمج، الدمج جدا ضعيف بكون. اوه الان صار الدمج قوي، اوكي شباب وربي انكم اساطير يا عمي. يا الله شوفوا معنا الاجواء ما احلاها، يا ساتر هذه المنطقه هي احلى منطقه عندي طبعا، اللي يتابعني راح يعرف ان هذه افضل واحلى منطقه عندي. اركض اخي عامر اركض الخفر، هلو ماي فريند، هلو ايرو سوليم. هذاك الحيوان ايش هناك؟ شو هذا الحيوان شباب؟ كبير كثير بس على الفاضي، اوكي. هاي والله ما ادري، خلاص خلاص روحي في حال سبيلك يلا، لا الان اطق الحصان طق الان اوريك من انا. انا متاكد شباب انه ما تكلمني بسبب هذا الشعر اللي عندي الان، شوف شعري محلاه، انا 100%. تعالوا نجرب نبيع يا شباب، هل انتم مستعدون للحظه الحاسمه؟ بالله عليك هذه هي 20 دولار بالحبه؟ هذه هي شماعه الخير اللي جننتوني فيها بالتعليقات، 20 دولار بالحبه؟ كنت رحت اصطاد حيوان اسطوري طلعت 70 دولار سعرهم كلهم، شباب ايش ذا؟ والله رخيص والله، توقعت اكثر، يلا بنبيعهم شباب مو مستاهله والله، اني توقعت اكثر ترى فشلت نوعا ما. طيب عندك شيء ممكن اشتريه منك ممكن استفيد منه بالمستقبل عشان اطلع فلوس اكثر لو سمحت الان؟ فتحنا الشوفل الان، كنت حاب اصور لكم مقطع بالكامل يا جماعه الخير عن هذا الشوفل، نروح نحفر تحت الارض ونطلع كنوز يا جماعه، لازم اخصص لكم حلقه كامله عنها اليوم، للاسف انا مو متجهز ابدا، لازم يكون عندي خريطه كذا على الشاشه الثانيه واحاول اركز فيها، تعرفون انا اطول كثير بهذه الامور يعني اذا حابب تثبتها لازم اسويها بشكل كويس. يمدينا نروح نجيب، والله شباب الحلقه القادمه باذن الله راح تكون عباره عن تجميع اغراض جدا كثير عن طريق حفر تحت الارض ونحاول نطلعها. ايوه كيفو؟ ايوه والله ليتس جو. استغفر الله ما ايش سوينا بحياتي والله اني لا بالغلط والله مره ثانيه
يا اخي والله اني اسف استاذ حسام، والله شباب هو اللي الان بيتركني. شباب ذا الحسام وين اللي بتركه كنت، الان صار هو اللي بيتركني. يا روكستار ايش تسوون في حياتكم يا روكستار؟ ايش دي اللعبه المعفنه؟ شباب شوف روكستار صارت 9:07، كان 9 الصباح جيت لهنا صارت روكستار. والله انكم تعبانين والله على هذه اللعبه بشكل مو طبيعي. يعني انا اهنيكم والله. هلو 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 وايت هورس ويت مي. او هلو هلو اميغو اولاس اميغوس، طلع برا السيرفر. اوه يا الجبان، اوه يا الخواف، والله انه جبان. شوف طلع برا السيرفر، خاف حسبني بسوي له شيء. اوه الدنيا صارت ليل، يعني ايش جالس يصير في اللعبه هذه؟ انا ما ادري والله شباب، والله انه اللعبه هذه حرام تكون كذا يا اخي، والله انه حرام. شباب تعالوا اشرحوا لي شيء منطقي، لعبه بهذا الكبر برمجوها 7-8 سنين، بالله عليكم يعني برمجتوها على اساس الليل اللي بيجي بدقيقه والنهار بدقيقه، يعني تستهبلون؟ ايش ذا المتعه بالموضوع اذا كل شوي هذه ترى مو لعبه ذا سيمز. والله اني ما ذبحت احد ولا تفتحين فمك ولا شيء، اعطيني مهمه عشان لا اجلدك الان في نص مكانك، يلا بسرعه مهمه. يا الله يا جماعه الخير، تمنيت انه يجي هذاك الحيوان اللي عنده كذا قرون باللون الاحمر، خرافي جدا ملابسه كانوا. بس شوف الان عند الشادو باك عنده هذا الغزال الاسود، بعدين الحيوان الثاني هو البانثر المرقع الذهبي والاسود، بعدين عنده الليجندري جولدن سبيريت بير، عنده الدب الذهبي يا جماعه، الدب الذهبي. عشوائيا الشادو باك خليني اختار، عشوائيا اخترت والله، بروح اصطاده بس لسبب واحد انه اسلمه لما كان هذاك اكسب عليه اكس بي يعني، ونروح نسوي مهمات وهذه الامور فاهمين. يا جماعه الخير راح نروح الان نصطاد غزال لونه كذا اسود، جاي لونه خرافي جدا، او مو غزال ما ادري ايش يسمونه هذا، ولكن واو 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 واو. لا لا تقفز كذا، الله ياخذ وجهك. اوكي شباب الان وصلنا الى المنطقه اللي المفروض يكون متواجد فيها هذا الغزال الاسود، فراح انقلكم الاحداثيات اول باول وان شاء الله راح تشهدون معنا لحظه صيد و امزح والله. هذا هو، هذا هو المكان هنا، خلاص ايزي عرفنا فين المكان. طيب شاك نزل هنا، في عنده طبعا اثنين شباب، هذول الاثنين يعني انت لازم ولا بد اول شيء حبه كذا بق. لا 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 كذا، لا 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 كذا لم نتفق، لا لا انت كذا اجتمع. اصبر يا حسان اصبر، طب يا الحسان اصبر، يا الله شباب يا الله، ما عندي سلاحي ما عندي سلاحي. يا الحسان يا الحسان جردوني يا الحسان، لا تتركني، مستحيل اسويها مستحيل. طيب طيب مو مشكله، ايش اسوي بنفسي؟ طيب انا لازم اطلع كل ال اوه ماي جاد، وين رسبنوني الان؟ ما اقدر اطلع، مستحيل اطلع من هنا، راح ينزلني كل شوي. والله شباب تورطت، يعني في طريقه واحده اني اعرف. لا تموت لا تموت ارجوك لا تموت، اسبح شباب وين يرسبنوني؟ طيب ارجع انتحر والله، انت بيها كذا انا ببيها. ايوه اخيرا لا تموت يا اخي لا تموت. هذه المهمه تحولت الى مجزره يا جماعه الخير، شايفين؟ شلون ممكن اطلع كل ذاك الطريق الاعلى؟ انا ما اعرف والله. واو سلاح لم يكن جديد شباب، كيف من طلقه يذبح؟ ما اقدر، حصانه ما يطلع من هنا، يعني انا ايش اسوي؟ والله اني مظلوم. شباب شوفوا كيف متخبي ورا العشبه، لاحظوا معي كيف متخبي ورا العشبه. اوكي بعد ما قضينا عليهم يا شباب صار بديني الان انزل وافحص المنطقه براحه راحتي، ارجوكم اتركوني في حالي. خلينا نسوي انسبكت لهذا الصندوق على امل انه نتامل يكون في موجود داخله يعني الشادو بوك يا شباب. اوكي هي قال لي اوبن، طيب اوبن، ايش في هذا الصندوق؟ اما بوكس مكتوب. طيب هذا ايش في؟ فاضي الصندوق والله. اوه اخيرا واخيرا بالله عليك واخيرا، ارجوك والله دي اسوء مهمات في حياتي شباب، والله انها مهمات كثير سيئه. انتم تعرفون كم اني اقطع من المونتاج عشان لا تشوفون كل هذا الانتظار المعفن اللي جالس اقضيه. ها وين راح الان؟ لا تقول لي ما حصلناه. واخيرا حصلناه يا شباب، واخيرا والله صار لي ساعتين ادور عليه. لا التيار قوي كثير ما اقدر امشي، لا يكون في تماسيح هنا بالله عليك، مو ناقصني التماسيح الان في نص هذا المكان. هنا هنا شباب هنا هنا، هذا هو يركض، هذا هو يركض، هذا هو، تعال هنا خلاص ان جيت للمكان المناسب. هذه حبه، هذه ثانيه، هاي صبنا كمان، يلا هاي كمان واحده، واخيرا موت يا ولد موت. هذا هيد شوت، اجلس مكانك اجلس، صار لي ساعتين ادور عليك، اجلس اجلس، تعال خليني كذا اسوي لك سكن اشيل جلدك عن لحمك الان. خلص المهمه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله شكرا لك يا ربي. راح اروح يا شباب وراح اسلمها مباشره الى الكامب عندي بدون اي سؤال، ليتس جو يلا. سلام عليكم، كل هذا عشان هذه الجلده المعفنه. صار في جلتش، اللعبه كلها معلقه شباب، اللعبه كلها خربانه. انا اسف ما كان يمديني اقولها بيوم انه ريد ديد معلقه وخربانه، ولا يعني رجع الكامب هنا رجع. طيب تدرون ايش؟ بروح للكامب والله، بروح مشوار للكامب الان. اوه شيت شباب ايش ذي المنطقه؟ اول مره اوصل هنا. اوه شوف المنطقه محلاها من هنا، كلها جبال ومدري كيف. شباب ما قد جيت لهنا توقعنا، والله اني ما قد جيت لهنا. اوه يا المنطقه محلاها، اوكي نايس والله، واخيرا وصل المخيم. ايش ذا المكان المهجور؟ وين جيت انا؟ ما اعرف شباب، ما راح اسال نفسي اسئله كثير. فين طاوله البتشر هذه؟ تعال هنا. ابعد عني طيب انت الان. بسم الله شباب بسم الله، اوكي راح نحط لهم ماتيريال الان، دونيت 68 راح تزود الماتيريال هذه، يعني هذه خلت الماتيريال فل على طول شباب فل. اوكي اوه لازم اروح ابيع اتوقع. شباب مجمع هو 20 من 25، واللي يروح بيعهم الان ب 100 دولار تكسب، ولكن شباب
نختار المكان العالي 105. طبعا بروح ابيعهم بالمكان القليل يعني. انا حلفت بمره من المرات انه مستحيل اروح ابيع المكان العالي، انا حلفت ما اقدر ارجع شباب، مستحيل ارجع. فلذلك رح نروح نبيعهم دائما بارخص شيء يعني. ولكن شو ارخص شيء؟ كله 25 دولار واروح اقضي مشوار ذاك مع الفاضي. يحتاج اكون رول 5 من التريدر علشان اشتري العربه الكبيره يا جماعه الخير بمبلغ 300 دولار زائد حبه توكن. فهذه الصراحه جدا جدا لازمتني عشان اكبر واروح ابيع اغراض اكثر واكثر. خلينا نشوف نحن كم ليفلنا الان. تعال نشوف يا جماعه الخير، لان اتوقع انه اليوم بدينا نوصل 5. انا ما ادري كم وصلنا، تعال نشوف. بس اتوقع لا مو اليوم، مو اليوم اسحب كلام على طول. لا انا كم صرت الان ارجوك قل لي انه انا التريدر ليفل 3 لسه انا. يا الله تخيلوا معنا انا بالكوليكتر ليفل 6 يا شباب. والله لازم اسوي اشياء كثير. تدرون ايش يا شباب؟ تدرون ايش يا شباب راح اسوي الان؟ تدرون يا جماعه ايش راح نسوي؟ راح نروح نوصل البضاعه فورا عشان يكون يمدينا نوصلها مره ثانيه بعدين. فلزق عطني البضاعه الان على طول. خليني اروح اوصلها. ستار دليفري. الله يا العربه الاسطوريه يا شباب. تتذكرون الخطه ايش كانت؟ انه احاول اني اكسر العربه هذه عشان اخذ الغراض بحصاني العادي هذاك يعني. انا حينزل شنطه واحده منها. اوه المكان ما قربوا يا الله. وتقولوا لي شباب روح سوي المهمه البعيده. شوف المكان ما قرب، والله اسطوري المكان. من يطلقون علي الناس هذول اللي ما يستحون على وجههم؟ بالله تطلقون علي ولا لا؟ عشان اعرف من الان. مشي انت الان يا ولد. اصابكم بسلاح صيد الحيوانات الان. كل واحد حب على الماشي. اقضي عليكم الان. خلاص المكان سالم. المكان سليم. مين يضربني هنا؟ البضاعة هنا لازم اوصلها، اما هنا. هذه ما حسبت حسابها صراحة. طلع سلاحك الثاني من مكانه. سلاح الثاني. انزل شويتين من هنا اوريكم الان. خليني بس اقضي لكم عليهم شويتين كذا سوا على السريع. يعني انا اتوقع انكم كذا شايفين نفسكم بزيادة علينا الان. تفرج علي اكثر بزيادة. تفرج تفرج. علموني مكانهم بس، علموني مكانهم. والله اني بلوتكم الان، بكسب لوت من السماء. وين هذا؟ خلي الاخير لي، خلي لي. تعال انت خايف الان مسوي فيه خايف يعني الان صح؟ مسوي فيه خايف. خذ هذه. مسوي نفسك تذبحوني يعني الان. اجلس مكانك اجلس. مين في لسه؟ في لسه ناس. لسه يجون. شباب ما يستحون لسه يجون، والله انكم ما تستحون والله. لا خليني خليني اروح اوصل البضاعه بعدين احاول لو ولا تدري ايش؟ خليني انتظر شويتين شباب علشان الوقت فوق يعدي، ما ادري تخبروني اذا صار الوقت قليل جدا وقتها يمديك تسلم البضاعه، فخليني انتظر شوي. راح نروح على الكامب وراح اطبخ مليون اكله لان ما عندي ولا حبه اكل الان. اوكي راح نوصلها هنا، اتوقع لازمني اوصل هنا صح؟ خلاص تمت المهمه على خير، وصلنا البضاعه. مو بس كذا كسبت 100 دولار، مو بس كذا يا جماعه كسبنا اكس بي كثير، 500 اكس بي المفروض. 200 اكس بي للتريدر. قلت انا 200 والله نسيت شباب، انا قلت 200. هو شباب في عندنا مهمات عليهم دبل اكس بي. ايش هذول المهمات؟ جولد بيقول لك بيعطيك جولد كمان. ابي والله اسوي ذي المهمه. رسبنت هنا. ما ادري شباب ليش جيت لهذا المكان انا، ايش وداني هنا انا؟ هو جالس اسمع صوت، في صوت شباب حلو جاي هنا من هنا. في صوت خرافي جاي من هنا. سامعين اللي جالس اسمعه؟ جاي من هنا. اي والله. شوف شباب شوف شوف الذكاء شوف. والله اني اسطوره والله. هذه كمان للرول الكوليكتر. سوي لها فليب هنا نشوف ايش في وراها، ايش في امامها وراها. خلاص والله اخذناها الان شباب، جمعنا الان صفحه من اوراق المدري ايه. طيب راح نسوي هذه المهمه، على الاغلب هذه هي شباب المهمه. السلام عليكم، اخبارك ان شاء الله طيب؟ ما بشي منك والله، بيسوي مهمه على دبل اكس بي، دبل ذهب دبل فلوس دبل كل شيء شباب، دبل اكس بي كمان. شوف اللي تبي تشتغل. اي نعم ابي اشتغل. اسف لاني خوفتك الان. والله انا اللي لازم كنت اخوفك مو انا، انا وشعري ذا. شباب انا ما فهمت ابدا، هذا يقول لي اترك المكان فورا مثل اللطيفين الان عشان لا اوريك من انا. ما فهمت. الان خبرني روح لهذاك المكان. يعني صار ساعي حدثني اللي ما بي منك شيء، بالاخير خبرني انا وطالع روح لهذاك المكان. تعال ركاو. يا الله ما احلى الجو بدون ضباب. شايفين شباب ليش احب اللعبه انا؟ كل هذه الحصان نشط طاقاتك الان، لان بيك الان تكون سريع جدا في الحركه. اتوقع لاني بنحاش كثير الان، ما معي دم والله شباب، بس بهرب ذي المهم. لا او ماي جاد ايش هذا؟ اليمينيت تارجت، كاتب لي لازم احاول ادمر بفقد الاعداء. تعال نلعبها تكتيكات شباب. اوكي تكتيكات عمك ممكن وراقب الان. ان شاء الله ما يحسون علي. راح احمل دي. طب واحد طار بدون ما حد يحس عليه، ما اتوقع هذا يحس علي. وعلشان لا يحسون اكثر راح احمله، راح اروح ارميه شوي بعيد ورا شباب عشان اللي يمر على هذا الطريق لا يكشفني على طول. اوكي راح نرميه هنا. لا خربتها والله، طلق عليه قبل. اوه ماي جاد. خلاص راح نستخدم الطريقه البشعه شباب. يلا اللي يمر من هنا راح يموت على طول. ها وريني راسك انت وياه. هذا اول ضحيه الان. خبز معنا هنا. ابلع انت. اي طار ورا. لا لا اصبر اصبر. فين جيت انت يا ولد؟ خليك مكان. هذا واحد ثاني تم شباب. بروح بروح من ورا، بروح من مكان ثاني، بروح من اي مكان بس طلعوا من هنا. الباب هذا يفتح. يفتح الباب ابعد. هذا مات شباب. فين فين في اللازم؟ اللازم اقضي عليهم انا. هو واحد صاير هنا جوا هنا. انا ليش اركز بالكل؟ والله لازم بس اركز بهذول. وين ذا؟ هذا واحد مني لازم يذبحهم شباب.
هذا هو مات الان. في واحد لسه بالع على هنا وواحد هناك. اتوقع هذا يب هذا هو. باقي واحد، باقي اثنين، باقي اثنين، واحد هنا وواحد هناك. طيب هذا اللي بالع على هنا ممكن اشوف شكلك. جالس يهرب، امه جالس يهرب شباب، والله يمكن تخرب عليهم هم الان. طيب طيب اصبر اصبر شويتين الحصان، خليني اخلص من هذول هنا على طول الان. طولتها شويتين. اجلس مكانك انت الان، اجلس مكانك انت كمان. انا طولتها والله، ساعتين ادور عليك والله. خلاص يا اخي تعال هنا. باقي واحد اخير شباب هرب من المكان. كان ودي اسوي المهمه هذه باحترافيه، بس انا والاحترافيه شيء بعيدين عن بعض تماما والله. غير الحبله ما اصطادك فيها، تعال هنا اوريك. طيب انزل، ايش رايك تنزل؟ لاني انا قلت بصطادك انا، يعني بصطادك انا. ايش رايك انت تجي معي هنا شويتين؟ احتاجك في مهمه الان، اوكي؟ لا تتكلم ولا كلمه، تعال معي بس وما عليك. لا تفلت نفسك كمان، اوكي؟ لا تفلت، هذه تعتبر مخالفه رول بلاي، تبلع عليها باند و60 شهر حبس، يعني انتبه على نفسك. لانك انت الان زعجتني كثير. يعني انت المفروض ما كنت تهرب، ما ادري ايش جالس تسوي في حياتك، تعال هنا، يلا. اخر اخر اقوالك الان بسرعه، قول ايش تبي الان؟ امنياتك، امنياتك تفضل، بس اسمع قول لي امنياتك تحت المي مو هنا. ايوه تنفس، تنفس يمديك تسويها، تنفس. انت تستطيع، انا اثق فيك وبقدراتك. اي هذا ما يغرق ولا ايش هذا؟ يا ولد انت ما تغرق ولا ايش؟ لازم نحطه بمكان اغمق شباب. طيب خذ هنا. لا تقول لي هنا راح تتنفس نظامي. ها ها ايوه شباب. يا اني خبيث يا شباب، والله اني خبيث. اعطوني 0.16 ذهب يا شباب، ترى جدا 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 كثير يعتبر بالنسبه لمهمات دبل اكس بي يعني، ودبل ارباح شباب. يا ريتني ما اضيع افضل وقت على الفاضي. سلام عليكم، كم الساعه الان؟ الساعه 3، اوكي حلوين كثير. طيب معقول يعني اتركك هنا وما اسلمك لهذا مو معقول. ما عليك انت رح تثبت مكانك الان، عايزين ما رح تتحرك ولا اي مكان. شوف وين مات شباب، مات هنا، شفته انا الان والله. طيب تعال مثل ما انت الان. اوه مسكين يا حرام، عشان ترتاح والله، مو عشان شيء، لا حد يفهمني غلط. شوف المنظر من هنا شباب، توني اشوف المنظر. يا الله الحلقه هذه برعايه، شوف المنظر وشوف المنظر هذاك يا اخي، خلاص فهمنا. شوف شباب الي البرودكشن مشكله، لازم تسوي المهمه او اسوي لها اوردر او اروح انا اسوي المهمه هذه. السلام عليكم يا جماعة الخير، رجعت لكم الآن بمنطقة جديدة عشوائيا، لأن صار في مشكلة بسيرفرات ردد. فخلينا نشيك ايش صار معنا بالبضائع هنا شباب، اما انه نسوي المهمة اما انه نطلب بضائع. فأنا أتوقع اني بسوي أوردر يا جماعة الخير ب$20، لأن المهمة شويتين بيض، لازم تلحق قطار وتجيب الموارد ومدري ايه، أطلبها وأجيبها وخلاص خذ $20، أوكي؟ أوكي وهذه آخر حبة الآن. في شيء صرعني بالله، اسمع ذا الصوت شباب. ايش ذا الصوت؟ والله صوت مزعج هذا، ايش ذا؟ صار لي ساعة أتحمل هذا الصوت، أقول يا رب يا رب أنت. الله ياخذ وجهك، هذا انت اللي طلعت تسوي ذا الصوت، الله ياخذ وجهك. صرعني شباب صرعني، وقف خلاص. لا لا بهرب بهرب، والله الصوت ذا ازعجني. طيب شباب رح نتجه الان بسرعه، فين فين هذا؟ تعال هنا شويتين يا ولد، امشي حصان يا حصان، امشي يا حصان. بعدين رح اطلع فوق هنا شباب، بعدين رح اجي شويتين هنا ورح نمشي في هذا المسار، اوكي؟ ليتس جو يا شباب ليتس جو. حوريكم وين رايح انا، اصبر شويتين بس عشان نجي هنا بعدين ورح ننزل هنا. اوكي تاثرنا شوي ما علينا، بس راح اجي اسوي مهمه باونتي هانتر خرافيه الان. اوكي يا شباب هذا المكان بايش بيذكركم يا جماعه؟ ليجندري باونتيز يا حبيبي. ما ضافوا لنا شيء جديد الى الان. خلينا نشوف شباب، انا هذا صايده مرتين 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 نجمتين، هذا صايده مره واحده، هذا نجمتين. طبعا نجمتين، شوف هذا صايده شباب اربع مرات انا لهذا البني ادم. المره هذه اللي صرته راح يصير خمسه نجوم شباب، والله اني انا احب التحديات، انا اعشق التحديات. المشكله شباب هذا انه في كلاب كثير وراح يكون صعب جدا بالنسبه لي، ولكن والله راح نختار شباب، راح نختاره ليتس جو. اوكي هذا الصعوبه القصوى الان، يعني انا المره الاخيره اللي صرته فيه كان جدا صعب، هذه الصعوبه ليفل ماكس تقريبا، يعني باقي حبه يصير ماكس. هل انتم متحمسون يا شباب؟ والله اني خايف جدا اني ما انجح، بس معي سلاح فتاك راح يفيدني بشكل. شخص يعيش مع الذئاب في الثلج، اتمنى اني كنت مثله، هو من جد وحش حقيقي. اوكي لا تخوفيني لان انا قد صدت هذا البني ادم اكثر من مره، فانا اعرف بالضبط ايش لازم اسوي ايش لازم ما اسوي. طيب ايش رايك انا اسمحك الان، انت الان لا تناظرني، انا نظفت سلاحي، المفروض انه سلاحي اسطوري الان. حسوا علي؟ اوه ماي جاد حسوا علي. اوكي انا هذه الخطوه ما احبها. وين هجم علي ذا؟ هذا بالماء اقدر اخلص عليه من هنا. خليكم بالماء الان. بسرعه بسرعه خرطش. طيب خلص خليني اذبحهم كلهم من هنا شباب. شوف الخطه شباب، اني احاول اذبحهم بالماء علشان يحاولوا ما يجوني ابدا. ووت وات جريزلي، خلى الدب يهجم علي، يخرب بيته خلى الدب يهجم علي. الدب جالس يهجم علي ولا؟ الدب جالس يهجم عليه. الدب هجم عليه. لا تستهبل علي بعد كل ذا العذاب.
لا والله انك تكذب. شباب ليش كذا؟ ممنوع اذبح وطلع، لازم اذبح الدب. ممنوع الولف ما يموت، اما يحتاجون عايش دي المره. الصعوبه ليفل ماكس والله شباب، ما يمديني اسويها، ما عندي اكل، ما عندي شيء، انا مو متجهز ابدا. هذا هو انا، يب والله يب والله. هذا هو. وين الجريزلي؟ وين الجريزلي؟ خليه يطب على الدب. وين الدب؟ انا بذبح الدب. وينه؟ لا لا لا، لا دب، ابعد ابعد. ذبحت الدب، ذبحت الدب، ذبحت الدب، اوف ذبحت الدب. بسرعه عشان امشي يا الحصان، يا الحصان امشي. وين لا وين وين وين؟ تعال هنا. انزل بسرعة، تعال 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 هنا، تعال هنا، سريع سريع سريع. اربطه اربطه، بس اربطه بس اربطه بس اربطه بس اربطه. تعال هنا. لا لا تموت، لا تموت، لا تموت، اصحى. لا لا تموت. او ماي جاد، او ماي جاد، متت، انا اللي متت. اوكي خليني اسبح، خليني اسبح، خليني اشيل، خليني اشيل معي، بس خليني اشيل معي. اسبح اسبح في، اسبح في، اسبح في. روح الجهه الثانيه، روح الجهه الثانيه، روح الجهه الثانيه. ارجوك ارجوك ارجوك. حصان حصان تعال بسرعه، حصان تعال بسرعه، يجلدوني يا حصان. تعال بسرعه ارجوك يا حصان، بس خليني اركب عليك، بس خليني اركب عليك. او ماي جاد، صعبه صعبه صعبه. اوكي راح امشي، راح امشي. تعال تعال هنا، تعال هنا الورعه، تعال يا الحصان، تعال الله ياخذ وجهك، تعال يا الحصان. او ماي جاد، يا اكلب حصان بالتاريخ. لا مستحيل، صعبه صعبه، مستحيل اخلص، مستحيل والله ما عندي. كانسل مشن، بسويها المره الجايه ان شاء الله. انا ما عاد فيني حيل، والله ما عاد فيني حيل. لازم يكون عندك حصان ما يخاف. هذا الحصان جبان جدا، كنت ودي اني اتخلص من ذا الحصان، ما مداني والله شباب، كان ودي اتخلص من الحصان ما مداني. على العموم يا جماعه الخير، انا خلاص راح انهي المقطع. انا ترى جربت 4-5 مرات بالمهمه، كل شوي اموت. خلينا اوقف هنا احسن، لان والله بدات اهستر شباب، ما عاد عندي طلق كثير اصلا. راح اجهز نفسي بالمره الجايه ان شاء الله بنسويها. اتمنى يا جماعه الخير انكم استمتعتوا بهذا المقطع. كان معكم محمود من قناه مبكالو، السلام عليكم، في امان الله.